بقول كده كمان علشان منتخبنا القومي خلاص قفلنا الملف، ملف المحلي وملف افريقيا، ولكن كلنا منتظرين كجماهير مصرية منتظرين المنتخب المصري في طبعا تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. عندنا غينيا بيساو، عندنا مباريات قوية جدا مع بوركينا فاسو. والحقيقة الكابتن حسام حسن امبارح بالليل يمكن اعلن القائمة، ويمكن قبل ساعات كمان تم ضم ابراهيم عادل لاعب بيراميدز الى هذه القائمة. و يعني كالعادة كالعادة خلينا نتكلم بكل امانة، القائمة اللي طرحت فيها جدل كبير كالعادة يعني على مدار الاجيال، ويمكن الفترات الاخيرة دايما لما تطلع قائمة المنتخب يعني بيكون في حد راضي، طب ده مش متواجد ليه، طب ده لازم كان موجود وده موجود ليه، يعني الامور ديت الحقيقه خلاص خدنا عليها، والسوشيال ميديا بتتكلم وجهات نظر مختلفه. ولكن خلي بالكم وجهات النظر دي بلاش تجرح في اللعيبه، بلاش تجرح في الجهاز الفني. احنا في فتره الحقيقه مش محتاجه غير المسانده. الكابتن حسام حسن هو المسؤول الاول دلوقتي عن المنتخب المصري، ومسؤول عن القائمه، ومسؤول عن اختيار اللاعبين، ومسؤول امام الجماهير على النتائج. وبالتالي احنا سبورت ولازم نكون في ظهر الكابتن حسام حسن. تقول وجهه نظرك، ما فيش اي مشكله، قول وجهه نظرك. انا كان في رايي ممكن يكون ده يخش وده يخرج، لا ده افضل من دوت، كل دوت نقاش يعني ايجابي وما فيهوش اي، لكن ما تجرحش حتى في اللعيبه اللي داخله، او تقلل من قيمه اللعيبه حتى اللي داخله، لان محتاجين اللعيبه ديت. الحقيقه عندنا مباراتين صعبه، يعني مباراه امام غينيا بيساو، عندنا مباراه امام بوركينا فاسو، ماتشين ان شاء الله باذن الله لو حصدت فيهم الست نقاط هيبقى عندك فرصه كبيره جدا ان شاء الله للصعود لكاس العالم. وبالتالي خلي الانتقادات على مستوى الجهاز الفني، على كمان بلاش نجرح في بعض اللعيبه، لان انت لما بتتكلم ده افضل من دوت انت بتقلل كمان من قيمه اللعيب اللي داخل منتخب مصر. اتعودنا وانا كنت لعيب ان احنا خلاص اول ما بنخش منتخب مصر كل بيقلع التيشيرت بتاع ناديه وبيلبس تيشيرت منتخب مصر. اتمنى من الجماهير كمان كذلك انها تقلع تيشيرت الانديه وتلبس تيشيرت منتخب مصر. عندنا مباراتين يعني ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للجهاز الفني. هنتكلم على الاختيارات وكان ممكن ده يخش وده يخرج، كل دوت هنتكلم فيه ما عندناش اي مشكله، ولكن في النهايه احنا بنساند الكابتن حسام، بنساند طبعا منتخبنا القومي، لان ده منتخب مصر الحقيقه، ونفسنا ان شاء الله باذن الله نكون متواجدين باذن الله ان شاء الله في كاس العالم 2026. عندنا فرصه كبيره ما فيش شك. افريقيا دلوقتي عندها 9 مقاعد ونص كمان في الوصول لكاس العالم، وبالتالي اكيد مصر بعد الانجاز الكبير اللي حققه النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه رقم 12، كمان نادي الزمالك بالكونفدراليه، اكيد سمعه الكره المصريه باذن الله ان شاء الله تزداد قوه ان شاء الله فوز منتخبنا في المباراتين القادمتين.